marka kale waa mahadsan yihiin. Su'aalo yar baa soo gaaray oo aan doonayaa insha allahu tacaala inaan culimada weydiino. Doctor, waxaan ku bilaabayaa Doctor Cali, mas'aladii uu ka hadlay su'aal baa ka timid oo la leeyahay waddankan waxaa ku badan markii ay gaaladu dhintaan dadkii asxaabtooda ahaa iyo dariska iyo waxay weydiistaan kaalmo dhaqaale oo ay aaska ku samaystaan. Marka dhaqaalahaas aaska ay ku samaynayaan, aniga oo muslima ma bixin karaa, aniga oo shaqaale islanahay saaxiibnahay ma bixin karaa, yani shaqada aanu wada joogno saaxiibnimada saasaan ka wada, dhaqaalahaa ma ka qayb qaadan karaa, ma bixin karaa. Waxaan ugu dari lahaa doctorka oo ay muhiim tahay inuu ogaado halkan waxa ka dhacay. Dhaqaalaha la ururiyo keliya aas keliya looguma talagalee, aaskooda waxaa ka dhaca icraaf iyo dhaqamo iyo muddo in la fadhiyo iyo in khamro la cabo, reerka xoolahooda in cagta la mariyo oo wixii uu ka tegay oo dhan la wada cuno. Marka meeshaasi waxaa ka jira qaab aas ay sameeyaan oo laga yaabo ruuxa waddanka aan joogin inuusan tasawurin. Marka lacag ma kaga qayb qaadan karaa, gacan ma ka geysan karaa. Falee tafadal mashkuur. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سؤال شيء إن شاء الله صار عفته معي ماشي استجد جن وضعي جن رسول تسويري لكن هاي قبنا مرتي إيميل والله تري مركبة بس كده جسني إن شاء الله. لا بس شيء أنا كان صار إنه مسألة أسأل كده مركب علم الله يفسر فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يبالي سبعة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سبعة أخيه فأصبح من النادمين. من أجل ذلك من في إشتاري بسمع الكلام لما تفسير بيانا مساء بارك الله مريم عيف قهر يسوي ديان قفك قالك انتين إن لحرار إلا كفانيو شرعا بنينا سألة رسالة أنا مصابسي قلت إن جمهور الفقهاء الرجح وما أركان إن الحرارة ولكفنيو ولدقة وما أركان رواية درس طبعا أبو حنيفة الإمام الشافعي الإمام محمد رواية إن كستو الإمام مالك وخلاف سيه وحين أصلوا بعدها حديث في علي بن أبي طالب الإمام أبو داود البيهقي الإمريني إن عمك الشيخ الضال قد مات علي بن ابي طالب به وكوضع يا دنتي مركز النبي صلى الله عليه وسلم في يديها ترى صاحبها واحنا كان قاصرين وصلاتك في دوله بيت الله وحديثك عن حلقاتك ان بنات هديه بفقد لين هدي لوايو قف قف كحباله اما كفني اما شريك الامر كان قال لنا مساله كروه هدي قف كان وباهن إن دعم لسيو لتاجره سلوح حرال ميتكاس وحبه كآل يجرم ميتك الماش مسكيال كفنان يسأل يجرم عد ما يسأل يجرم إن بنان تهي إلا لين هذا محيرة قواعد أصول جاهد كل وحيها وحي أنا واجب هدان قدام يستنى إلا به هدان المندوب قدام يستنى إلا به هدان إما حد من إلا به بحيث الحكم كده يقابل نفسه. لكن تصوير كشيخ هذا وشيء إن وح الله صعد أنا هين ميت بلا كفنين يا إي ولا ميل كلي إن أنا هين لكن الله صعد وح الله ربا إن مركا مقال لغض الفرطة يهولك لأتا هدي أي تهمك كان ومتيقن عندك ويهي تام مبنانا بأي حال من الحوال مسألة ويعدى محايلة وأن نقل يساقط منكر دعمي لكن نيك هكما حبالي ما له ماشي مسكي يقول دنتين يأصل كوحوا بن آدم إن حبالي ماشي لو بنتين وبالله توفيق. جزاكم الله خيرا. خلال السؤال بان بريغض ويديننا كدبنا فرق واحدة ما إن شاء الله تعالى صلاة الإشان شوفنا مركا
الشيخ عبد الرشيد نوكو صحيح دونا إن شاء الله وينو دعين دونا دعين بدون المصاعد صدي انت كور ريسا الشيخ محمد ديريس هل سؤال بان كو وجهي الشيخ مصطفى هل سؤال الشيخ محمد إدريس وحام كو وجهي سؤال كتمت قبلها وعبشا إليه قبلها مسلم كا رقم مسلمين تيه ويكو عيارا الصومالي دوا سلمان وهي قدرين رقا هلا وعدي علموا رقا وعدي رقا قبلها وكو عيارا الشيخ محمد وحام سؤال شاء أقول دوري وحوغا خبير بكو يريه لنكا السنة وركا وعليها فلد فضل مشكورة كلمتين هكي إلى هذا عبشة ذا قبلها كتب نعم الحمد لله سيبو دهانات بسؤاشه يعني اللي لو يدي وعه ربه صوماليا قبلها ويكون عياران marka intaas waxaan ku sii darayaa anoo gabdhaha su'aashoodu inay gartahay yaqiinsan tabaan itlaaqa la itlaaqiyo oo la yiraahdo ragga Soomaaliyeed gabdhaha way ku ciyaaraan itlaaqaas uma fiicna waayo yaani adabta uu nabaro quraanka iyo sunnadu ay nabarayaan waxa weey wax walba xataa gaaladii buu ilaahay soo kala reeba ya منهم أمة مقتصدة وكثير منهم فاسقون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله أنا الليل وهم يسجدون يعني إطلاق ما فعنا لكن وحنكون رعصنا هاي هدي أرن الله هيد أرن الله هيد أني من بدن أو صوماليات إن بدن أو كمده قبلها ويكو عياران أنا كان سؤال وافقينا واصحوية وحبدا باكتشرة انت أنا وكل أنك أغاهي هم نقطو دين عقورك مركو بلابنيو وصفو ضد قبلها الوقاتو أما الوخيامو أما اللوغبحو أرنت تمركونا أسنا نغنهي ويعني ضعفوه أصلها هم ضعيفوه يعني وحدان ضعف يقول علماء ذاتي حتى يعني النبي عليه الصلاة والسلام مركو ضعف هذا كهله ضعف هذا مركو هله رجوا إنه ضعيف معه رج قاربة ضعيفة المها يروا كله شيخ دأ دأه ويناله ضعيف كان عليه لكن دمر كي يقولون الشيخ والطفل يروح على إسرائيلية والنساء iyaga lama kala reebin mid yar iyo mid weyn baafi waa iska daati marka saas darteed khiyaanadu ku badan tahay xagga ragga u badan tahay inkastoo ay jiraan dumar kana gabdhaha san hooshayeen kuwa iyaguna bahal dilaa ah oo rag badan xiliya gooya way jiraan laakiin wakala yar yihiin anu inta aan qiyaasta haa qiyaastayda xagga ragga u badan tahay lugu yeeso saati xaqal wadiina aghlaba أغلب اللي بيلبس نعم حديثي شيخ شيء مرق ويجرى قار ماركتي سداسة عموما وحلنا هاي سجود هالد وحنونا يا قبلها هو قرط هذا عبش بدني ويجرت أقولي أتبع لو عملنا يا حنو دردار ما يرق قبلها هنا أطرنا كأنه جورسنا إنه أطرنا وسوى نفسنا إنه ودريالنا وأنا وناكو جورسنا هدي أن لا ينكر إنه وناك اللي وسيد دايم وأنا سيدي إيه بأن أمري إلهي سبحانه وتعالى جميع آيات القرآن قال ليس دمرا عاشروهن بالمعروف أمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم وصيد مر والب وحي أبضنتها حق الرقة لأنه ظلمك حقود كبري ما أركي سيدي يضو وحبضن للي هي دمرك لمن كما أردت اتقوا الله في الرجال اتقوا الله في الرجال ما بضنا لكن حق الرجل كبه الأنفح أيضا تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون أو فقد ظلم النفس مركا
waxaan leeyahay gabdhaha inuu u turno waa hooyo, waa walaal, waa eedo, waa habaryar, waa gabdhaha inuu jecelna waa gabadheeni. Marka gabdhaha loo turo aada iyo aada loogu turo, macruufa lagu guursado, yaan la khiyaamin, haddii ayaan ku anficinna ha dulmin oo mucallaqaha ka dhigin. Mucallaqada aad u fara badan, tadaruuha kalmucallaqa, ilaahayna subxaana wa tacaala qur-aanka uu ku sheegay maya caliqi. Waxaa badan ku furi maayo orod cirka soo leef, bal sheekhu ku furi lahaana. Mashaayikhduna waa ila ogyihiin rag badan waxaa jira tahdiid u timaada, maadaa iga furi kara naqan jeera lagu yihi shaaci ma iga furi kartaa xaaskii. Marka way badan tahay daadaadku noo yimaada intuu dulmi sameeyo oo gabadhii mucallaqo ka dhigo oo aanu cishrana kulahayn macruufna kulahayn oo iska maqan yahay hadduu doono oo haweeni kale iska guursado isagu booyadii wuxuu rabaa halkaa inay tiraado markaasuu oranaya caryaa u dhowaada laygamana furi yaa iga furi karaa yaa. Anigu mid baan mar Maraykanka kala soo hadlay islaanti ka dacweynayso 10 sano ay kale maqan yihiin, gaasaan gurigiisa goocay, islaantiisii muu iskala jiifaa, waddankii buu joogaa yaa islaanti maxay la qooqan tahay, maxay rabtaa ma da'daanay rabtaa furriin yaa waraadi da'deed waxba kaagan ama ha rabto ama yay rabin qof weyn weeye ama ha weynaato ama yay weynaan xaq bay u leedahay. Adigu waxaa idinka dhexeeya xarigii idinka dhexeeyey maxaad u haysataa hadaadan maaragtay aadan dhaqanayn maya yaa furi kara, cid iga furi kartaa ma jirto, anigu ma furin meelaa ku furana ma jirto. Marka waxaan ku yiri sharcigii kugu xiray ayaa kaa furaya, kaasoo kalena insaan loogu jawaabo way mudan tahay. Marka insha allahu tacaala cumuuman waxaan leeyahay gabdhaha loo turo, waana sidii nebigu calayhi salaatu wasalaam uu yiri istawsuu binnisaai khayran. Anigu intii baan idin xusuusinaya wabillaahi tawfiiq. Jazakallah khayr sheekh maxamed. Su-aasha ugu dambeysa gabagabada ka hor waa su-aal soo noqnoqota, horeyna looga hadlay sheekh Mustafa loo jeedinaya ama la soo magacaabay, waxaana loo soo magacaabay baa meesha ku jirta oo masaa-ishan uu ka hadlaa. Marka wadaadada hulaha way kala leeyihiin, wixii dumar iyo islaamo iyo xaafada iyo ku saabsan waxaad idiris haloo aado, wixii masaa-il cilmiga iyo casriga iyo diinta iyo iswaafajintaana waxaa iska leh sheekh Mustafa iska leh, wixii qur-aan iyo hawlihiisana waxaa iska leh sheekh Abdirashiid baa iska leh. Allah ybaari fiik doctorku isagu inta waxaan umalaynayaa inuu qayb ku leeyahay. Allah idin barakeeyo sheekhna absalada absala iska soo noqnoqotay. Wuxuu leeyahay saa-ilkeenu qur-aanka wuxuu sheegaa dhulka inuu fidsan yahay qulyahan muxuu ahay falag, culumta falaga waxay sheegaan inuu dhulku wareegsan yahay ama kubad yahay. Mar kale qur-aanku wuxuu sheegaa dhulku inuu fadhiyo, iyaguna waxay leeyihin dhulku waa socdaa. Marka maxaa say isu waafaqaysa si kooban? Yaan ugu rajeyna insha allah taala sheekh inuu uga jawaabo. Jazakallahu khayran. بسم الله. dhulku waa fidsan yahay waana kurowi labadaba wey ku fidsan yahay oda waa idinka arka waa like a pole, waliba waxay yidhaahdaan waa sida beedka oo kale. Inuu sidaa yahay waa masale iska fudud, waayo dayuuradda maanta galbeedka u duusha barigay kaaga imanaysaa, deynu xaggaa u duullo barigaynu kasoo geli karnaa. Waana masale mushaahada hadda, yacni maaha masale u baahan adiladii cilmiga ahayd ee la baari jiray caynka, waa masale mushaahada. Yacni waxa la isweydiinayay dayax jaamacadkii la saarayay nimankii muslimiinta ahaa
علماء المسلمين تلا يسوي يا مركان من المسلمين الراعية أفريقيا تنك ساعدوا لحية طبعا شير بدل كوكسي وريقية فكسي وتكان يام بيو ذا دك فتوانية ساعدي برد كسته بيني مال بدمينية ساعدي برد كسته بيني مال بدمينية مركان ساعدي برد كامشنتي سلادو بدل تكان يا من سافريقيا تنك ساعدوا بدل سوي يا مر لتكان يا وين كان لحية طبعا شير بدل كوكسي وريقية أنا أقول لك أنا أقول مسألة مشاهدة وأنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا السابع والسادس أن عند العلماء المسلمين أنا أقول لك أنا كان لك أنا أقول 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 لك أنا أورك دان لي أي وحياة ويا الرص الصوران وقلب يرى عبعد يرى هالكلام مرة يسوى صار سقطه لكن بحيو بدن تينا نسعي تسوى مسألة الكون تلا ما هي شيء في لابي سقط تاجيل سقط هي تاجيل ده يو صعنايا واللي برضه صعده كلام ما صعنايا سقط كغاركي وهو حي فصوش وقصة ما يسنتها حقاية الشلال يقوية وحكا سعادك قاركينة ووحها بني مالته بصمي سبطة يعني انه ونتس اكسس انه كوريقة ووحكا هبني مالته يكور الليل على النهار بيلاية المامية تكوير كبطغان تكوير العمامة وصدا شيخ يمكو دوبي ومغاد عمامة تصاو الضبطه إلا يقول لي هبني مالته اسقو دوبة سبحانه ويسكت دوبيني ويهبين كوركو سيبا حي مالت سوق لي سحقا كلنا مالتي باك سيبا حي شهبين كسوق لي والتكوير تكوير كنا وحكوي ما دابي لي وريك روك وريك على كل حال مسائل انه هذا وقت بدن وهي انه دلدة علمي قا ما نصوص العلماء دلشته لكن وحن لنا ان علماء المسلمين تي عام كي مسائل كان كورما قديما وحديثا لبدا مسألة بدا وسوقيا والله اعلم